مرحبا وكل رمضان وانتو بألف خير. اليوم بفقرتنا رح نعطي فكرة جديدة لسحور، طبعا خفيف وكتير سهل، وكمان تغيير عن السحور اللي دايما احنا بنقدمه. يعني احنا دايما بناخد جبنة لبنة، ده اليوم رح نقدم سحور خفيف ولذيذ وصحي. كمان رح نعمل بانكيك، وهذا البانكيك رح يكون بالطحين الأسمر عشان ندخل كمية أكتر من الألياف للوصفة، وهذا زي ما حكينا بالنسبة للألياف بتزيد الشعور بالشبع وكمان بتطول لأنه الواحد يحس بالتعب. بالنسبة لوصفتنا لليوم رح نحتاج المكونات التالية. رح نستخدم كوب ونص من الطحين الأسمر الانخالي اللي هي فيه ألياف عالية جدا. رح نستخدم ربع كوب من الجوز، جوز هذا أنا محمصته شوي وبعدين فرمته ناعم. رح نستخدم تقريبا حبتين جزر مفرومين مبروشين ممكن ناعم. رح نستخدم بيضة واحدة، ورح نستخدم معلقتين صغار من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من السكر البني، كوب ونص من الحليب الخالي الدسم، معلقة صغيرة من الفانيلا. بالنسبة للبهارات رح نستخدم رشة ملح، زنجبيل تقريبا نص معلقة صغيرة، قرفة، جوزة الطيب برشة صغيرة، وكمان كبش قرنفل. وصفة كتير سهلة وسريعة. أول إشي رح نعمله رح نحط الطحين وكل المواد الناشفة. حط الطحين، حط معلقتين صغار من البيكنج باودر، رشة ملح، بعدين عندنا الزنجبيل المطحون، نقدر نزيد البهارات حسب ايش بدنا، قرفة تقريبا معلقة صغيرة، وجوزة الطيب برشة صغيرة. كبش قرنفل. تمام. وهلا بالنص رح نعمل حفرة صغيرة لنحط البيض والفانيلا. وطبعا هيك لما ندخل احنا نشويات مع بروتين تعتبر وجبة مناسبة جدا لفترة السحور. رح نحط فانيلا وشوية حليب. هلا بالنسبة لكمية الحليب تقريبا كوب ونص، بنحط تقريبا كوب وبعدين بنضيف المواد الناشفة، بدنا يكون متماسك. إذا حسينا بدنا شوية حليب بنضيف بعدين. رح أحط شوية حليب ونبدأ نخلط ونضيف الحليب تدريجيا. ما رح أضيف كمية الحليب كلها، بدي أشوف بعد ما أضيف الجزر. هلا حطينا جزر، اول اشي هيك مندخل الخضار بالوصفة من غير ما يحس، مثلا اذا كان في عنا اطفال عم بصوموا بدنا ندخلهم الخضار، وبرضو الالياف كمان بتزيد من الكمية الاكل بالمعدة وبكون الافراغ بطيء جدا، وهذا كتير مهم للشخص الصايم. راح نحط الجزر والجوز المحمص. هيك القوام بكون كتير ممتاز. وإذا حسينا لما بدنا نعمل البانكيك على النار حسينا إنه شوي ممكن نضيف شوية حليب أو نخفف. طبعا هاي على الغاز منحط كمية منها منشويها على الجهتين، ومنقدمها أكيد مع الفواكه الصحية، ممكن موز وفراولة ومعلقة كبيرة أو صغيرة فقط من البربة اللي مندهن فيها اللي إحنا البانكيك. بالنسبة لحبتين من البانكيك بوزن 60 جرام مع كمية من الفواكه بتحتوي على السعرات التالية: تقريبا 205 سعرة حرارية، 4.0 جرام من البروتين، 3 جرام من الدهون، 46 جرام من النشويات، 17 ملي جرام من الكالسيوم، ونص ملي جرام من الحديد. هلا بدنا نخبز البانكيك اللي عملناه. بدي احمي شوي الغاز. هلا بالنسبه للسكر انا ما حطيت سكر، بس ممكن نحط انه نحليه، بس لانه احنا رح نضيف عليه فواكه ومربى ما في داعي. بس اذا حابين ممكن تخلطوا شويه سكر مع الحليب معلقه صغيره ونضيفها لما احنا نعمل الخلطه. انا اليوم حضرتها بدون السكر يعني. طيب رح نحمي شوي، نقدر نرش شويه زيت بديل او شويه زيت ذره نتفه صغيره ما بدنا كتير، وبعدين بدنا نحط
البانكيك نعملهم بحجم صغير. بس نحس بدأت تطلع بلالين زي هيك نقدر نقلبها للجهة الثانية. طبعا أنا محضرتهم بوزن تقريبا 60 جرام، يعني هدول عبارة عن حصة من النشويات. وهيك بعد ما خبزناها رح نقدم البانكيك الصحي مع الفواكه. رح نحط البانكيك، ممكن نحضره قبل بيوم ونسخنه مثلا، واكيد نقدمه مع الفواكه. نقطع شوية فواكه. وهيك البانكيك الصحي صار جاهز. وبالنسبة لنصيحتنا لليوم تتعلق بممارسة الرياضة. كثير من الأشخاص بيسألوا عن ممارسة الرياضة خلال فترة الصيام وإمتى هو الوقت المناسب. هلأ بدنا نعرف شغلة كثير مهمة. بوجبة السحور خاصة لما تكون صحية فيها كمية من النشويات المعقدة، يعني فيها ألياف زي طحين أسمر زي ما دخلنا بوصفتنا اليوم أو خبز أسمر، هذا بيعطينا شعور بالشبع. غير هيك كمية السكر اللي بتنتقل للدم راح تتخزن بالكبد والعضلات على شكل مادة بنسميها الجلايكوجين، وهذا الجلايكوجين مهم جدا للصائم لأنه خلال فترة الصيام هذا الجلايكوجين راح يتكسر ويتحول لسكر ويروح للدم وبيعطي طاقة لكل خلايا الجسم. وهذا الجلايكوجين في حالة الصيام بكفينا خلال النهار كامل، ولكن إذا بنلعب رياضة خاصة إذا كانت رياضة عنيفة راح يكون يكفي فقط لمدة 4 ساعات، وبعد هيك ممكن الشخص يشعر بتعب كتير كبير. فبالتالي بكون أفضل وقت لممارسة الرياضة اللي هو بعد الإفطار. بعد الإفطار ممكن بعد ساعة ساعتين من الإفطار ترتاح المعدة، ممكن نروح ونمارس أي رياضة منحبها خلال فترة الصيام من غير ما يأثر على صحتنا أو على صيامنا خلال فترة النهار. وبنهاية هاي الحلقة أكيد بتمنى لكم أنه تصوموا بصحة وعافية.